السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب وطالبات الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات قسم نجارة الأساس. النهاردة يا جماعة أولى حلقاتنا مع مادة المعدات الصناعية. مادة المعدات الصناعية من المواد المهمة جدا اللي بتعتمد عليها نجارة الأساس، لأن هي الميكنة اللي بتأدي العمليات بشكل أسرع وأدق. طبعا إحنا من خلال دراسة مادة المعدات في الفرقة الأولى والفرقة الثانية كنا بندرس في الفرقة الأولى المعدات اليدوية، عدد الشق والنشر وعدد القطع وعدد القياس. طبعا تانية بدأنا نتعلم بعض المعدات المميكنة ولكن الخفيفة. في الفرقة الثالثة بندرس المعدات التقيلة، بقى بندرس جميع أنواع الماكينات. إيه أنواع الماكينات دي يا مستر؟ أول حاجة هنقسم الماكينات بتاعتنا لأربع مجموعات. المجموعة رقم واحد اسمها ماكينات الشق والقطع والنشر. بتتكون ايه المجموعه رقم واحد ديت؟ تتكون من ماكينه منشار الشريط، ماكينه منشار الصينيه، ماكينه منشار الاركيد. المجموعه رقم اتنين ماكينات المسح والتصفيه، ماكينه الربو، ماكينه التخانه، ماكينه الصنفر. طبعا دولت مجموعات بتاعه الترم الاول. في الحلقات الجاية إن شاء الله هنتكلم على المجموعتين التانيين ونعرف بيتكونوا من إيه. النهاردة هناخد المجموعة رقم واحد وهي ماكينات الشق والنشر والقطع. أول ماكينة هنتكلم عليها النهاردة هي ماكينة منشار الشريط. طيب يا مستر، هي مادة المعدات بتتكلم عايزة مننا إيه في الماكينة؟ أول حاجة أوجه الاستعمال، تاني حاجة أهم الأجزاء، تالت حاجة رسم الماكينة، الصيانة، التشغيل. طيب بيزيد عليهم في مكنة منشار الشريط أسباب كسر سلاح الشريط، وديت مهمة جدا إن احنا نعرفها. بيزيد علينا كمان طرق لحام سلاح الشريط. طبعا انت كطالب فني هتبقى لازم تبقى متكامل. يعني ايه متكامل يا مستر؟ قال لي يعني انا مثلا انا ايه علاقتي بلحام الشريط؟ قال لك دلوقتي انت شغال في مشروع او شغال في شغل واتكسر منك السلاح وانت محتاج ان انت ما تعطلش الشغل بتاعك، فلازم تبقى عندك الآلية والفنية ان انت تبدأ ان انت تعالج المشكلة اللي عندك ديت. ان انا افك سلاح شريط وابدأ اتعامل معاه، ان انا الحمه. عندي طريقتين للحام، اللي هي طريقة اللحام بالنحاس وبودرة التنقار او اللحام بالقارة. طيب نخش على اول حاجة وماكينة الشريط ونعرف اوجه الاستعمال بتاعها من خلال درس النهاردة. اول حاجه ماكينات الشق والقطع والنشر، اللي هي الشريط، الصينيه، الاركت. طبعا الاستعمال، العمليات الصناعيه، رسم الماكينه، الصيانه. نخش على اوجه استعمال ماكينه منشار الشريط. تستخدم ماكينه منشار الشريط في نشر الاخشاب مع الالياف وشقها شقا مستقيما او قطعها عرضيا، وتستخدم في عمل الألسن وفي النشر المنحنيات اللي هي الدورانات. طبعا الدورانات الخفيفة يا جماعة، في للدورانات اللي هي الضيقة ماكينة منشار الأركيت اللي احنا نتكلم عليها في حلقتنا النهاردة، ولكن المنحنيات اللي هي الخارجية اللي هي الخفيفة اللي هي ما تأثرش على السلاح. تعال نخش على تاني حاجة، أهم أجزاء الماكينة. جسم الماكينة بنقول مسبوك من الحديد الزهر مجهز لتثبيت أجزاء الماكينة، يثبت في أرضية الورشة على قاعدة خرسانية، ثم يربط جيدا بمسمار الربط وذلك بصواميل أخرى زنق عشان المكنة ما تهتزش. طبعا المكنة شغالة على 3 فاز وسرعة المكنة من 4000 ل 5000 لفة في الدقيقة، فالسرعة بتاعتها عالية جدا، فلازم تبقى حاجة تمنع الاهتزاز بتاع المكينة، فعشان كده بنربطها بصمولة ربط والتانية زنق. هنخش على الطارة القائدة. بنقول الطارة القائدة هي ذاتية الحركة، مسبوكة من الحديد الزهر، محيطها الخارجي يغطى بطبقة مانعة للانزلاق سلاح الشريط من البلاستيك أو الكاوتشوك أو الفلين مع الفلين، وهذه الطبقة تحافظ كذلك على أسنان السلاح المفلجة من التلف. وتثبت الطارة القائدة على عمود الماكينة اللي هو عمود محور الإدارة. الطارة المنقاضة تابعة الحركة، طالما في قائد يبقى في تابع.
تثبت على المحور العلوي الذي تحمل تركيبة خاصة تنقل الحركة بين هذه الطارة بواسطة سلاح أشريط والطارة المنقادة شبيهة تماما للطارة القائدة من حيث الشكل والتكوين وتتفق معها تماما في الشكل والحجم والوزن والمقاس. طبعا تيبيكال بنقول توأمها لسبب واحد عشان شغالين على انسياق واحد في الماكينة. القرصة بنقول تسبك من الحديد الزهر ويوجد بها وسطتها فتحة لمرور سلاح المنشار فيها، والقرصة معدة لوضع الأخشاب عليها وهي أفقية الوضع مستوية السطح، يوضع فوقها أيضا الزاوية وتستخدم كدليل للنشر. سلاح المنشار من الصلب ملحوم في طرفيه مسنن، يركب على الطارة القائدة والمنقادة وتختلف مقاس عرضه من 12 ل 50 ملي، ويستخدم السلاح الضيق في نشر المنحنيات ويستخدم السلاح العريض في الشق الطولي والقطع العرضي، ويختلف نوع الأسنان ودرجة التفليك حسب نوع الخشب المطلوب نشره، فتستخدم الأسنان الضيقة للأخشاب الصلبة أما الأسنان المتسعة فيكثر استعمالها في الأخشاب اللينة. لؤم التوازن، عندي لؤم توازن عليا ولؤم توازن سفلى، وتثبت هذه اللؤم أسفل القرصة وأعلاها لمنع اهتزاز سلاح الشريط والضبط حركة وامتصاص زبزبة وسنده من الخلف. لؤم توازن أعلى القرصة ويمكن رفعها وخفضها حسب سمك الأخشاب المطلوبة نشرها، ولؤم توازن أعلى القرصة ثابتة في جسم الماكينة ويحسن وضع قليلا من الشحم على لؤم التوازن لسهولة النشر وتخفيف حرارة السلاح. عجلة لرفع وخفض المحور العلوي اللي هي بنقول عليها الجشمة، يمكن بواسطة تركيبة خاصة من عمود مقلوز وجشمة رفع المحور العلوي أو خفضه، وذلك لتركيب السلاح بعد سنه وتفليجه أو رفعه سلاح الشريط لتغييره أو إصلاحه. طيب أنا حابب إن أنا ألخص الجزئية اللي احنا اتكلمنا عليها ديت قبل ما نخش على رسمة الماكينة. أول حاجة إن أنت ده الكلام الأكاديمي، ده الكلام الأكاديمي اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب تعالى نتكلم ونقول إن احنا عايزين نشرح الجزء بتاع أهم الأجزاء شرح مبسط زي ما أنت بتشوفه في الحقيقة. طيب أول حاجة هنتكلم عليها، هبسط لك الجزء اللي احنا شرحناه عن طريق الشاشة دلوقتي شرح مبسط ومفهوش أي مشكلة خالص. أول حاجة احنا اتكلمنا عليها هي قلنا جسم الماكينة يصنع من الحديد الزهر المسبوك، ومعدل حمل أجزاء الماكينة يثبت بقاعدة خرسانية في أرضية الورشة بصمولة ربط وأخرى إيه؟ زن، وأخرى إيه؟ زن. طيب يا مستر، هو جسم الماكينة دوت هيختلف من مكنة للتانية؟ لا، جسم الماكينة ده ثابت في جميع الماكينات، جسم الماكينة ثابت في جميع الإيه؟ الماكينات. طيب لأن المكن اللي عندنا كله شغال على التلاتة فاز، شغال على الإيه؟ التلاتة فاز. طيب لما نقول إن أنا عندي جسم الماكينة سواء الصينية أو الشريط أو الأركيت أو الربو أي كان نوع المكنة ما عدا مكنة الصنفرة، ما عدا مكنة الإيه؟ الصنفرة. يبقى ببساطة جدا جدا بنبسط الشغل بتاعنا بطريقة جميلة، ما نحاولش إن إحنا نرتبط بالكلام الأكاديمي. سيادتك زيارتك للورشة في خلال اليوم العملي بتبص على المكنة وتبدأ تشرح فيها بالطريقة اللي أنا هقولك عليها. احنا شرحنا كلام الاكاديمي، نشرح الكلام العملي اللي انت المفروض بتشوفه بعينيك في قلب الورشه. اول حاجه احنا قلت لي استعمال الماكينه، قلنا انه تستخدم في الشق الطولي والقطع العرضي وعمل بعض الدورانات، خلاص مش الدورانات الضيقه، الدورانات الواسعه. طيب تعالى لاهم الاجزاء، قلنا جسم الماكينه يصنع من الحديد الزهر المسبوك ومعدل حمل اجزاء الماكينه مثبت بقاعده خرسانيه في ارضيه الورشه بصموله ربط واخرى زن لمنع اهتزاز الماكينه اثناء العمل عليها، خلاص ده الجزء دوت احفظه، وده ثابت في جميع الماكينات اللي هو جسم الماكينة. طيب تعالى نتكلم بعد كده على الطارة القائدة. الطارة القائدة من اسمها هي ذاتية الحركة، هي ذاتية الايه؟ الحركة، تستمد حركتها عن طريق الموتور بشكل مباشر، خلاص؟ مغطاة بطبقة من الكاوتشوك أو الفلين أو البلاستيك. طب ليه يا مستر؟ قال لي لمنع انزلاق سلاح الشريط أثناء العمل على الماكينة. طيب بتيجي نقط،
تغطى الطارة نقط، هي نقط الحركة. الطارة القائدة هي ذاتية الحركة، تستمد حركتها عن طريق الموتور بشكل مباشر، وتغطى من نقط أو نقط أو نقط لمنع نقط، وتغطى طبقة من الكاوتشوك أو الفلين أو البلاستيك لمنع نقط، لمنع انزلاق سلاح الشريط. خلاص؟ طيب الطارة القائدة دي مكانها فين يا مستر؟ قال لي أسفل القرص. أسفل إيه؟ القرص. طيب تعالى نتكلم على الطارة التابعة. طالما في قائد يبقى في تابع. خلاص؟ الطارة التابعة توجد أعلى الماكينة، توجد أعلى الماكينة، مساوية في الحجم والوزن والقطر للمكنة. لازم تبقى أختها تماما في كل حاجة، وزن وحجم وقطر مساوية تماما للمكنة، للطارة الإيه؟ القائدة. طيب ومغطاة بطبقة من الكاوتشوك أو الفلين أو البلاستيك لمنع إيه؟ انزلاق الشريط. طب ما احنا قلناها، ما لازم تبقى الجزئية دي لازم تكررها تاني فين؟ في الطارة التابعة. طيب بتستمد حركتها، احنا هو عرفنا ان استمداد حركة الطارة القائدة عن طريق الايه؟ الموتور. طب دي بتستمد حركتها عن طريق ايه؟ قلنا تابع، عن طريق سلاح الشريط اللي هو بيعمل زي ايه يا مستر؟ قال لي هو كبديل للسير، يعني زي السير بتاع الغسالة كده، هو بيبدأ ينقل الحركة بتاعة المكنة عن طريق الطارة القائدة للطارة التابعة عن طريق السلاح. خلاص؟ طيب تعالى نتكلم على جزء تاني وهي القرص. اتكلمنا على ايه؟ طارة تابعة، طارة قائدة، نتكلم على القرصة. القرصة تصنع من الصلب او الحديد او الحديد الزهر. ليك مطلق الحرية ان انت تصنعها من الحديد او الحديد الزهر او الصلب، اي كانت نوع المادة اللي انت تصنعها منها. طيب هي افقية الوضع، بها مشقبية لمرور سلاح الشريط. ده كله يا جماعة بنقول اللي احنا شايفينه بعينينا من خلال رؤيتك للمكنة، سواء في الورشة بتاعة المدرسة او خارج المدرسة. يبقى افقية الوضع، بها مشقبية لمرور سلاح ايه؟ الشريط بها. خلاص؟ تصنع منين يا مستر؟ قال لي من الحديد الزهر المسبوك او من الصلب او من الحديد. تمام؟ طب تعالى نتكلم على لقم التوازن. لقم التوازن دي وظيفتها، عشان تعرف كل حاجة تتكلم عليها لازم تعرف وظيفتها. لقم التوازن عندي عليا وسفلى، عندي عليا وايه؟ وسفلى. العليا توجد اعلى المكانه الماكينه. طب ثبتها المتحركه؟ قال لي لا، متحركه ديت. طب ليه يا مستر متحركه؟ قال لي ان انا ديت لازم احركها على حسب سمك الخشب او عرضه او الارتفاع بتاعه. طيب انت بتلاقي علبه لما بتخش الورشه، بتلاقي علبه كده بيغطيها، بيبدا يرفعها ويحررها وبيسيب مسافه من 7 ل 10 سنتي. طب ليه؟ نظير عين الطالب او عين المدرس ان هو يلمح سواد الايه؟ العلام. طيب لقمة التوازن السفلى توجد أسفل القرصة. خلاص؟ طب الاتنين مع بعض، لقمة التوازن العليا ولقمة التوازن السفلى، بيعملوا ايه؟ ضبط مسار سلاح الشريط، ضبط مسار سلاح الايه؟ الشريط. تمام؟ طيب عندي بعد كده حاجة اسمها الجشمة، بنقول عليها طارة لرفع وخفض الطارة التابعة. جشمة ديت بتبقى طارة موجودة أعلى الماكينة. تمام؟ هنبص عليها في الرسمة لما نيجي نعرض الرسمة. بنرفع. طب وظيفتها ايه ديت يا مستر؟ كل حاجه تعرف وظيفتها عشان تقدر تتكلم عليها. وظيفتها ان انا عايز اغير سلاح الشريط، اغيره ازاي؟ قال لي بعمل ارخاء للطاره التابعه، بعمل ارخاء للطاره التابعه، بفك الطاره التابعه بهويها بتنزل. تمام؟ ببدا ان انا من خلالها او مفكك السلاح بتاعي ومركب غيره، او لو انا هسنه او افلجه او اي كان الوضع بتاعه، وابدا اشد الطاره تاني على حسب الشغل اللي انا شغال عليه. يبقى ديت الجشمه، طاره لرفع وخفض الطاره التابعه. طيب عندي بعد كده حاجة اسمها السياج. ايه السياج؟ ايه السياج دوت يا مستر؟ قال لي السياج دوت هي اغطية واقية لحماية العامل او الطالب اثناء العمل على الماكينة. دلوقتي وانا شغال على المكنة، السلاح بتاعي ضرب، ايه اللي هيحصل؟ هيأذي الطالب، ولو نطر لورا هيأذي اللي خلف الماكينة. يبقى في جميع الاحوال السياج مهم، هي اغطية واقية بتحمي الطارة التابعة والطارة القائبة من فوق ومن تحت. السلاح لما يضرب او يتكسر يضرب في قلب الايه؟ السياج. يبقى السياج هي اغطيه وقيه لحمايه الطالب اثناء العمل على الماكينه. طيب عندي بعد كده ايه؟ قال لي عندي بعد كده فرشاه. فرشه ايه الفرشه ديت؟ قال لي الفرشه ديت توجد اسفل الماكينه، وانت شغال على المكنه ايه اللي بيحصل؟ بيحصل نشاره خشب بتنزل. تمام؟ بتنزل مع الزيت مع الشحم، بتعمل طبقه على الطاره القائده. فالفرشه ديت وظيفتها ايه؟ انها تبدا تزيل
كل ما ينزل نشاره تبدا تنزلها اول باول، فبالتالي ما بتتراكمش النشاره مع الشحم او الزيت. طيب عندي حاجه بعد كده وديت ثبتها في جميع الماكينات، جميع الايه؟ كل حاجه انا بقول لك ثبتها في جميع الماكينات ديت اساسيه مش هتخلو منها مكنه الا بنتكلم عليها. مفتاح التشغيل. ايه مفتاح التشغيل دوت؟ قال لك هو انا بحط الفيش على طول عشان اشغل المكنه؟ قال لك لا، في مفتاح بتلاقيه لونه اخضر ولون احمر، الاخضر دوت للتشغيل والاحمر ده للايقاف. خلاص؟ طيب اوصفه لنا كده يا مستر. هو مفتاح زيتي لتحمل الاعباء الكهربائيه وامتصاص الشرز الكهربائي. احنا شغالين على كام؟ 3 فاز. يبقى انا لو ركبت، انت في التكييف عندك بتركب مفتاح بتشينو، خلاص؟ لو انا اشتغلت على المفتاح العادي بتاعي هيضرب من اول ما تشتغل، من قبل ما المكنه تبدا هيضرب، لان السرعه عندي وقوه الموتور عاليه جدا، بتبقى 3 حصان ما تستحملش المفتاح العادي، فبالتالي بيبقى مفتاح زيتي لامتصاص الشرز الكهربي وتحمل الاعباء الكهربائيه، وهو المسؤول الاول عن ايقاف وتشغيل الماكينه. طيب عندي بعد كده السلاح. السلاح دوت محور مهم جدا وبيجي منه نقط بشكل رهيب في الامتحان، ومهم جدا ان احنا نتكلم عليه بالتفصيل. السلاح يصنع من الصلب المرن. يصنع منين؟ من الصلب المرن. تستخدم الاسلحه العريضه في الشق الطولي والقطع العرضي، وتستخدم الاسلحه الضيقه في عمل المنحنيات والدورانات، تمام؟ وتستخدم الاسنان الواسعه للاخشاب اللينه، وتستخدم الاسنان الضيقه لايه؟ للاخشاب الصلبه. ممتاز. يبقى احنا كده لمينا الجزء بتاع اهم الاجزاء ببساطه بالجزء اللي انت بتشوفه بعينيك في الورشه. تعال نتعرف دلوقتي على رسمه الماكينه ونشرح عليها اهم الاجزاء بتاعتها. دلوقتي انا عندي رسمه الماكينه زي ما احنا شايفين. عندي اول حاجه ادي الطاره، تعال ناخدها واحده واحده. ادي جسم الماكينه اهو، بتحط على اي جزء وتقول ان ده جسم الماكينه سواء من فوق او من تحت. طيب تعال هنا ديت الطاره احنا قلنا اسفل القرصه ايه؟ الطاره القائده. فوق موازيها الطاره التابعه، خلاص؟ الطاره التابعه اللي هي المنقاده، وهنا الطاره القائده. طيب هنا ده السلاح اللي احنا لسه متكلمين عليه دلوقتي. هنا ديت القرصه، القرصه بتاعتنا، تمام؟ هنا ديت النقطتين اللي نازلين دولت بالعلبه اللي فوق ديت اسمها لؤم التوازن العليا، وديت لؤم التوازن السفلى، وديت الجشمه اللي هي بنقول عليها طاره لرفع وخفض، الطاره التابعه. وهنا مفتاح التشغيل، هنا لؤم لضبط الصفيحه، هنا الغطاء سلاح المنشار اللي هو بنقول عليه السياج، تمام؟ يبقى هنا دي كلها رسمه الماكينه. طبعا انت تتدرب عليها واحده واحده، سهله جدا في رسمها وتحط عليها اهم الاجزاء. طيب تعال نبص على المكن بقى بمتصور. احنا ادينا مسقط راسي للماكينه او مسقط جانبي، تعال نشوف المكن الموجود في السوق. هو دوت الشكل اللي هو بنقول عليه الشكل الانجليزي، او ده الشكل المودرن اللي هو لسه نازل الايطالي. ده شكلين موجودين في السوق وموجودين عندنا، المكنه ديت بالاخص موجوده عندنا في معظم الورش بتاعه المدارس، والديت المكنه الحديثه شويه بنقول عليها النظام الايطالي. طبعا الشكل دوت شكلين موجودين، وتقدر ان انت تستفاد. طبعا احنا كنا كاشفين المكنه عشان نقدر ان احنا نشوف كل حاجه بالرسم المبسط. انت مش مطالب برسم المكنه دوت، ولكن مطالب بالرسم اللي فاتت. طيب تعالى نشوف طريقه العمل على الماكينه اللي هي التشغيل. اول حاجه قال لي عندما يراد نشر الواح او كتله على ماكينه منشار، وذلك ينقل العامل الحركه للماكينه، وبعد ان تاخذ الماكينه او ياخذ المنشار سرعته المعتاده، يحرك العامل الخشب الى الامام فتنزلق على القرصه، ويبدا المنشار في اخذ طريقه في الخشب ويستمر ودفع الخشب الى الامام حتى يتم النشر، ثم تقطب القطعه الثانيه. طيب انا حابب ان انا اتكلم على التشغيل دوت بطريقه مبسطه عن الموجوده في الكتاب المدرسي. اول حاجه انا عايز اتكلم على الجزئيه الموجوده اللي احنا شرحناها دلوقتي ببساطه جدا. انا عندي قطعه خشب، عايز ان انا اعمل لها، قال لي اشرح طريقه التشغيل. هتشرح ببساطه جدا ان انت عندك قطعه الخشب قدامك، انا هعمل فيها ايه كطالب او كمدرس او كعامل؟ اول حاجه هظبط المسافه المحصوره ما بين السلاح والزاويه بمقدار العرض او السمك المطلوب نشره. بس قال لي لا، بزياده من 2 ل 3 مللي. طيب دولت ليه يا مستر؟ قال لي نظير ما تحدثه اسنان المنشار من تاكل.
سنان المنشار اللي هي بتاكل ديت لازم ابقى عامل حسابها عشان قطعه الخشب ما تطلعش معايا ايه خسه. طيب انا ضبطت احنا قلنا في زاويه موجوده على القرصه، الزاويه دي حره الحركه ولا ثابته الحركه؟ قال لي لا حره الحركه عشان العروض عندي مختلفه بتاعه الاخشاب. طيب بحرر الزاويه بتاعتي ديت وابدا اظبط مساحه قطعه الخشب العرض المطلوب شقه او نشره، خلاص. بعد كده بربط الزاويه وبسيب من 2 ل 3 مللي. بعد كده الضغط يعني ايه، بدوس على الزرار بقى، الضغط على زر الماكينه والانتظار فتره وجيزه. فتره وجيزه ديت بتتراوح من 5 ل 8 ثواني حتى تاخذ الماكينه سرعتها، مش مجرد ان انا اضغط على الزرار الاقي المكنه واقوم دافع قطعه الخشب، المكنه لسه ما خدتش السرعه بتاعتها، ده هيؤدي لكسر سلاح الشريط او الموتور يتحرق معاك او في جميع الاحوال ضرر لان المكنه لسه ما خدتش سرعتها. يبقى الضغط على الماكينه والانتظار فتره وجيزه حتى تاخذ الماكينه سرعتها، خلاص. دفع قطعه خشب، هعمل ايه بعد كده؟ قال لي دفع قطعه الخشب، بزق قطعه الخشب على ما بين الزاويه وما بين السلاح، تمام. عند الانتهاء دفعها بقطعه اخرى. طب ليه يا مستر الحته ديت؟ قال لي حته فنيه، ان انت سيادتك ما تعرضش ايديك للسلاح، ما تعرضش ايديك ديت للسلاح وانت بتزق قطعه الخشب، ممكن السلاح يأذيك. طب بسيطه جدا، بجيب قطعه خشب وعلى الدليل بتاعي ببدا ان انا ادفعها وهكذا قطعه الخشب التي تليها. يبقى انا ببساطه جدا بتشرح ان انت بتشوفه قدامك، ما بتحاولش ان انت تكتر او تقلل عنه، وانت بتشرح بس. ودوت مطلوب في امتحانات الدبلوم، يعني مش شرط تشتغل بالكلام الاكاديمي لو انت ما فهمتوش من الكتاب المدرسي، ممكن تشرحه بالطريقه اللي احنا بنقول عليها، لان احنا بنقول على القصه ديت دراسه عمليه من ارض الواقع. تعال نكمل ونقول طبعا في حاله نشر الدورانات يحسن استعمال سلاح ضيق. طبعا الدورانات لازم استخدم سلاح ضيق عشان لو سلاح عريض هيكسر معايا او هيتقطم معايا، ماشي. ولا تستخدم الزاوية في نشر الدورانات، طبعا الزاوية هي للقطع المستقيمة بس، ولكن الدورانات ببدأ احرر الزاوية خالص، بل ترفع من فوق القرصة لسهولة حركة الاخشاب في اتجاه مقصود الشريط. تضبط الزاوية اللي هي دليل المشغولات بحيث تكون المسافة بينها وبين من 2 ل 3 مللي اللي احنا قلناها، خلاص. تعال نخش بقى على اسباب كسر سلاح الشريط. عندي اسباب بتؤدي لكسر سلاح الشريط، وديت مهمه جدا ان احنا لازم نعرفها عن منشار الشريط. اول حاجه استخدام اسلحه عريضه في نشر منحنيات ضيقه. بستخدم اسلحه عريضه ما بتقدرش تيجي في يعني تتلائم معايا في حته الدوران، فالسلاح معايا بيضطر ان هو يتقطم او يتشرخ او يتكسر، تمام. طيب تعالى قصرة العمل مع عدم استخدام الزاوية. انا شغال على المكنة على طول، مش شغال حر وما بستخدمش زاوية، بعتمد على سواد العلام وان انا عينيا هي اللي بتلمح. طبعا الكلام دوت كلام خطأ بيؤدي لكسر سلاح الشريط. عدم تفليج المنشار او تفليجه بدرجة غير مناسبة، طبعا في درجة احنا لازم نفلج عليها السلاح بتاعنا بحيث ان تبقى التفليجة عندنا تفليجة مظبوطة، ما تقدرش ان هي تكسر معانا السلاح. وتاني حاجة عدم تفليجه برضو بيؤدي لكسر سلاح الشريط. تعال نكمل اسباب كسر سلاح الشريط، ونقول ان انا عندي استعمال اسلحة من نوع غير ملائم اثناء نوع الخشب المطلوب، يعني بستخدم في الاخشاب الصلبة اسلحة واسعة تكسر معايا السلاح، خلاص. يعني انا بستخدم اسلحة غير مناسبة، طبعا الاسلحة الضيقة بستخدمها في الدورانات، اما استخدمت سلاح عريض بيكسر معايا السلاح. وجود قطع معدنية مغروسة في الأخشاب. طب قطع معدنية زي إيه مستر؟ قطع معدنية مغروسة في قلب الأخشاب زي المسمار أو أجزاء الدبابيس اللي هي بتبدأ أن هي تيجي من مكان الشحن بتاع من بلدها، بيحاولوا أن هم يعملوا لهم زي صندوق فبتيجي فيها بعض الدبابيس، ده بيؤدي لكسر سلاح الشريط. أو طبعا مسمار مدقوق وانت بتعمل إعادة تدوير الخشب تخلي بالك أن انت الخشب بتاعك يبقى خالي من المسامير. وجود شحم بين اللقمتين، طبعا اللي هو التوازن مهم جدا ان هي تبقى متشحمه وان احنا شايفينها بالشكل المناسب، ما بتشوفش صفاره، لان الشحم بيسهل حركه الايه السلاح لانه بيمر ما بين لقم التوازن. ترك سلاح الشريط مشدود وبعد الانتهاء من العمل. ايه الحته ديت بقى؟ يعني ايه ترك سلاح؟ قال لك ان انت سيادتك وانت بعد ما بتخلص الشغل بتاعك بتلاقي تاني يوم السلاح بتاعك اتكسر. طب ايه اللي حصل يا مستر؟ قال لي وانا شغال على الماكينه بيحصل عمليه تمدد للسلاح،
فانت وانت شغال السلاح بيسخن، فبتضطر ان انت تشد الجشمه او الطاره التابعه. طيب شديت 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 كذا مره وخلصت شغل تمام التمام وهبلت المكنه ومشيت. تاني حاجه، تاني يوم جيت لقيت ان السلاح اتكسر. ايه اللي كسر السلاح؟ قال لك ان السلاح طالما حصل له عمليه تمدد هيحصل له عمليه ايه؟ انكماش. فبيبدا ينكمش، طبعا مش هيشد الطاره الطبيعيه مع الطاره القائده، ولكن اسهل حاجه هتتكسر اللي هو سلاح الشري. يبقى عدم ارخاء الطاره التابعه بعد الانتهاء من العمل. تعال نخش على ماكينه منشار الصينيه، والمكنه دي رقم 2 عندنا في الماكينات. اول حاجه تستخدم هذه الماكينه في شق الاخشاب مع الالياف شقا مستقيما قائما او مائلا. طبعا بتتميز الماكينه دي ان انت بتميل زاويه او بتميل السلاح عشان تجيب لك زوايا قائمة أو مائلة بالدرجة اللي انت عايز. عايز درجة 45، عايز درجة 60، عايز درجة 30، أي إن كان الدرجة اللي انت عايزها بتبدأ الماكينة تتعامل معاها بشكل احترافي. وفي أغراض أخرى كأعمال التلسين والمفحار والتفريز. طبعا بتتميز المكنة دي بموضوع المفحار بشكل كبير جدا، وشكل التفريز بشكل ان انت تعمل افريز او تعمل مفحار بتتميز. احنا طبعا لما اجي اعمل مفحار مش هعمله على ماكينة الحلية، ولكن الماكينة تقدر تقوم بيها، ولكن المشهورة بالمفاحير ماكينة منشار الصينية. اهم اجزاء الماكينة، اول حاجة جسم الماكينة. قلنا معدل حمل اجزاء الماكينة هو يسبق من الحديد الظهر، طبعا زي ما احنا قلنا في المكنة اللي قبلها. القرصة تسبق من الحديد الظهر مستوية السطح افقية الوضع، بواسطتها مشقبية يتحرك داخلها سلاح الصينية. يوجد أحيانا غطاء به فتحتان ليتمكن العامل من إصلاح الماكينة ولسن سلاح الصينية أو تغييره كما دعت الحاجة. طبعا ديت مهمة جدا، إن إحنا بنقول إن القرصة ساعات بتبقى جزئين، إن أنا بحرك جزء وبسيب جزء عشان أبدأ أغير السلاح أو أسنه أو أفلجه. تعال نخش على السلاح. طبعا السلاح دوت محور في اي مكنه لازم نتكلم عليه باستفاضه. من الصلب الملون على هيئه قرص محيطاه مسنن، يختلف قطره من 17.5 الى 180. طيب حد يسالني يعني ايه صلب ملون؟ هو انا ليه ما قلت الصلب وخلاص وسكت؟ قال لك ان السلاح الصينيه دوت سلاح مخفي يا جماعه في المكنه، ممكن يأذي العامل اثناء، يعني اللون الميتال ممكن يأذيني وانا شغال لو انا ما خدتش بالي اثناء عملية الشق أو النشر على الماكينة، ولكن بعمله اللون اللي هو بنقول عليه مايل للزرقان أو مايل للإخضرار، وهو اللونين الموجودين في الصلب الملون. بتبدأ إن أنت تلمح اللون فبتخلي بالك إن في سلاح شغال، عشان كده قلنا من الصلب الملون. طب 17 القطر بتاعه من 17.5 ل 180 سنتي. 17.5 ديت معقولة، يعني أنا شايفها إن أنا ممكن أقطع بيها السدايب أو الأقشطة بتاعة الأخشاب، معقولة طارة كويسة، يعني ايه القطر بتاعها 17.5. اما 180 ديت ايه ال 180 ديت يا مستر؟ يعني ايه 180؟ هعمل بيها هدية، ده كبيرة جدا، 180 سنتي مش 180 ملي. قال ان انا قسم نجارة اساس زي ما بتعامل مع قطعة الاساس الصغيرة، وطالما بدرس ماكينة الصينية يبقى لازم ادرس السلاح الكبير اللي يقدر يشق لي الاشجار الكبيرة، واقول ان انا عندي سلاح من 17.5 ما بالزيادة على حسب الخشب اللي أنا بستخدمه لغاية 180 اللي بيقدر بشق بيه الأشجار وبقطعها. لأن ما أقدرش إن أنا أقول لك طالما بشرح لك ماكينة وأقول لك 17.5 لغاية 50 اللي أنا بستخدمهم بس، لأ لازم أقول لك الأقطار الأعلى عشان سيادتك تبقى عارف إن الماكينة أنا درستها، ما جيش في مادة الأخشاب تيجي تفوجئ إن في سلاح 180 تقول لي ده ما درستوش، المنهج بتاعنا ده عقيم، انا درست المكنه وقال لي 17.5 لغايه 50 او 60. لا انا اقول لك ان في 180. قال لك ليه؟ لانك انت درست المكنه بشكل كامل ومفصل. وتصل عدد لفات السلاح من 3000 ل 4000 لفه في الدقيقه، يعني الدقيقه الواحده فيها 3000 ل 4000 لفه. تخيل سرعه المكنه بتبقى سرعه رهيبه، بتشتغل على 3 فاز وبتبقى المكنة خطيرة جدا، لازم الحرص أثناء العمل عليها. يثبت جيدا على عمود تحت القرصة وذلك بصمولة ربط ثم صمولة زنق، مراعاة تثبيت في وضع رأس متعامد. طبعا ده بنتكلم على العمود بتاع محور الإدارة يا جماعة. عمود محور الإدارة دوت مهم جدا في سلاح الصينية أو اللي بتركب عليه الصينية، ولازم نبقى واخدين بالنا كويس جدا من الصمولة الربط الأخرى الزنق، لأن عندي سرعة رهيبة
ممكن تأذيني لو حصل رفة في قلب الصينية، هوت صمولة ولا أي حاجة، هتعمل معايا مشكلة كبيرة جدا. طيب تعالى نخش على عمود محور الإدارة أو عمود محور الماكينة. أفق الوضع محمول على كراسي محور بيلي طبعا عشان حرية الحركة، يتصل من إحدى طرفيه بالموتور والطرف الآخر يثبت به سلاح الصينية. يبقى أنا عندي يا جماعة هنا عمود محور الإدارة أو عمود الماكينة اللي احنا بنتكلم عليه، هو أفق الوضع زي القلم المايل نايم على جنبه، تمام، متصل بالبلي. طبعا بلي كراسي البلي ديت اتنين او اكتر بتبقى هي اللي بتحمل العمود دوت، وبيبقى جودة البلي دوت هي اللي بتسهل عندنا حركة الماكينة. طبعا طرف متوصل بالموتور والتاني بالصينية زي الموتور بتاع الغسالة بالظبط، او الماكينة اللي انت ممكن تعملها على ايديك، ان انت بتجيب موتور وبتبدأ توصله او تطول العمود نفسه، عمود محور الادارة، وبتبدأ تثبت بي، او ان انت بتنقل الحركة من عمود محور الادارة لطنبور اللي هو الموتور نفسه مثبت عليه طنبور زي الغسالة اللي هي موجودة عندنا في البيت القديمة، بتبدأ ان هي تنقل الحركة بتاعته عن طريق محور الادارة، وبيبدأ السلاح بتاع الصينية يتحرك في اتجاه قطع الاخشاب. تعالى نتكلم على الزاوية أو دليل المشغولات. معدل ضبط المشغولات المراد نشرها على الأبعاد المطلوبة، ويكون سطح الزاوية مساوي لسطح سلاح الصناعي، لازم يبقى موازي تماما أو مائل. طب نسبة الميل ديت على حسب درجة الميل، أنا عايز أقطع على 45 فبظبط الزاوية بتاعتي أو نسبة الميل بتاعت السلاح أو الزاوية على 45 بحيث أن تقطع معايا. في طبعا منقلة بتبقى موجودة على الماكينة، بتبقى محفورة على الماكينة، تقدر ان انت تتحرك بيها على حسب الحاجة بدون استخدام منقلة خارجية، هي بتبقى محفورة على المكنة نفسها مرفقة بالمكنة. طيب او ما الى حسب الحاجة الى ذلك. وتنزلق الزاوية اللي هي دليل المشغولات على عمود به كوايل لتقريبها، او طبعا الكوايل اللي هي بنقول عليها العصافير اللي هي بتبدأ تفكها وبتبدأ تتحرك داخل، لان الزاوية يا جماعة حرة الحركة بتبقى فيها مشقبية، ببدأ ان انا احركها او احررها نفسها. لو انا بقطع لوح كبير ممكن احرر، او ان انا عايز اعمل حتة دوران خفيف كده على الماكينة ممكن تعمله لي برضه، او ابعدها عن سلاح اصلية كما يمكن تثبتها في الوضع المناسب بواسطة يد مقلوزة. ده الدليل المشغولات اللي هي الزاوية. عندي اغطية واقية، يوجد غطاء واقي لسلاح اصلية من الكسر اسفل القرصة، طبعا دوت بيبقى موجود على شكل نص دايرة او ربع دايرة، بيبقى موجود اسفل عشان يحمي السلاح من الكسر، وكمان يحمي اي حد ممكن يجي تحت المكنة ممكن السلاح يزيد، ده بيبقى امان، سيفتي امان كويس جدا. كما يوجد غطاء واقي علوي يوضع فوق السلاح. ايه ده، وانا فوق السلاح دوت انا هستخدمه ازاي؟ فوق السلاح دوت امال انا استخدم السلاح ازاي؟ قال لا، بعد الانتهاء من الاستعمال، بعد ما خلصت شغلك يا سياده، بعد ما خلصت شغلك على الماكينه بتبدا تغطي السلاح. طيب انا وظيفته ان انا اغطيه بعد ما اخلص؟ قال لك بتحمي التفليجه بتاعته وبتحميني من اي تلف لوقايه اي حد ان هو ممكن يخبط في سلاح كثير دون قصد، فالسلاح الغطا اللي فوق دوت بيحميه بشكل كبير جدا. تعال نشوف رسمه الماكينه. طبعا هنا عندي الغطاء الواقي اللي فوق، عندي هنا القرصة، عندي جسم الماكينة، عندي غطاء واقي سفلي، عندي سلاح الصينية، عندي زاوية. طبعا أبنائنا الطلبة يركزوا ان هم الكلام ده كله بيتعمل عن طريق البرجل والمسطرة بسهولة جدا ايا كان الحجم. ده مسقط رأسي للماكينة اللي هو اللي انت المفروض ترسمه، اما صور الفوتوغرافية الموجودة في الكتاب طبعا انت مش ترسمها، حاول تطلع منها مسقط زي اللي احنا حاطينه على الشاشة قدامك دوت. طبعا ده رسم الماكينة باجزائها، بتعملها اكبر او اصغر مش هتفرق معي. تعال نبص على شكل ماكينة على الطبيعة، ديت رسم الماكينة اللي في السوق. طبعا انت مش مطالب برسم الماكينة ديت، ولكن بنجيب لك شكل توضيحي يوضح الماكينة. شوف هنا عندنا القرصة بتتباعد ازاي هنا في المكان الحديث، هنا سلاح الصينية، هنا الزاوية اللي هي دليل المشغولات، هنا
هتلاقي في منقلة مدرجة، ده طبعا موجود، اهي المنقلة هي بتبدأ تميل وتزود على حسب الحاجة لنسبة الميل اللي هي الجزء اللي هو بتاع الزاوية الموجود عندنا ده. تشغيل الماكينة، قبل نشر الأخشاب على ماكينة الصينية تضبط الزاوية اللي هي دليل المشغولات بحيث تكون المسافة المحصورة بينهما مساوية للعرض أو السمك المطلوب، مع زيادة قيمة ذرات الأخشاب المتساقطة بحيث لا تزيد عن 3 ملي. ثم تنقل الحرقة للماكينة، وبعد أن تأخذ الماكينة سرعتها النهائية توضع قطعة الخشب على القرصة مع ملاحظة أن تكون من الجهة التي تدور إليها أسنان الصينية أي تتجه إلى أسفل. يضغط العامل على قطعة الخشب إلى الأمام موازية في الرأس للزاوية وفي الأفق لسطح الزاوية، طبعا بتضغط على حتة الخشب عشان تقدر تقاوم سرعة الماكينة. وعندما تأخذ الماكينة سرعتها في شق قطعة الأخشاب يجب الاحتراس عند نهاية قطعة الخشب، ويحسن دفعها إلى الأمام بقطعة أخرى حتى لا تحدث إصابات عند العمل. طبعا دوت الكلام اللي احنا اتكلمناه في الماكينة منشار الشريط مع اختلاف نوعية المكنة. صيانة المكنة، تعال نتكلم على صيانة المكنة، والكلام دوت انت ممكن تستخدمه برضو تاخد منه بعض النقاط لبعض الماكينات. يسن سلاح الصينية من آن لآخر، وتتم عملية السن آليا بأحجار جلخ خاصة. يفلج السلاح بعد السن بالقدر المناسب أي من تلت إلى نص سمك السلاح. التأكد من تثبيت خابور الزنق بين السلاح وعمود محور الماكينة. التأكد من ربط السلاح جيدا بصمولة الربط وصمولة الزنق. مراعاة وضع سلاح الصينية متعامد مع القرصة. وضع الزيت والشحم من آن لآخر من وقت للتاني كل 6 ساعات، أو الصيانة الدورية اللي انت بتشوف على حسب استخدامك للماكينة. ماكينة منشار الأركيد، المكنة رقم 3 عندنا، والمكنة اللي هي بنقول عليها المسؤولة عن الدورانات وتفريغ الأخشاب. طيب أوجه الاستعمال بتاعتها، بنقول تستخدم هذه الماكينة في تفريغ المنحنيات الداخلية وفي نشر المنحنيات الخارجية. طيب قبل ما نخش على أهم الأجزاء، أنا حابب أن أنا أبسط الجزء بتاع أهم الأجزاء دوت للماكينة عشان أبنائنا الطلبة ما تبقاش الدنيا بالنسبة لهم صعبة. تعال نتكلم على أهم الأجزاء بتاعة الماكينة ونشرحها، لأني أهم الأجزاء بتاعة ماكينة منشار الأركيد لو إحنا ما تعاملناش معاها بشكل أو بآخر بالطريقة بتاعتها الطالب عندنا هيتلخبط. تعال ندرس المكنة من فوق لتحت ونشوف أبعادها إيه. أول حاجة إن أنا عندي جسم الماكينة يتكون من جزئين. يتكون منين؟ منين؟ من جزئين. يتكون من جزئين. الجزء رقم 1 القاعدة، الجزء رقم 2 الذراع. يبقى الجزء الأولاني إيه؟ الجزء الأولاني إيه؟ القاعدة. الجزء الثاني إيه؟ الذراع. وكلما زاد محيط الذراع كلما أمكن عمل مشغولات بشكل أكبر. يبقى جسم الماكينة يتكون من جزئين، القاعدة والذراع. وكلما زاد محيط الذراع كلما أمكن عمل مشغولات بشكل إيه؟ أكبر. يبقى أنا عندي الذراع على شكل حرف يو. الذراع دوت في بحر، بنقول عليه البحر بتاعنا، خلاص. الذراع دوت كل ما زادت المحيط بتاعه كل ما قدرت ان انا اخد مساحة خشب. لو انا بعمل تفريغ لباب طبعا في المكان البحر بتاعه قليل الموضوع بيبقى مختلف، بنقدر ان احنا نقسمها وبتبقى فيه لحمات وشغلانة كده. ولكن البحر بتاعنا او الذراع لما بيزيد في الطول بتاعه ببدأ ان انا اعمل مشغولات بشكل اكبر. طب تعالى ناخد المكنة من فوق لتحت او العكس. احنا اتكلمنا على جسم الماكينة، اتكلمنا على الذراع، اتكلمنا على القاعدة اللي هي مثبت عليها القرصة. طيب تعالى نبدأ في المكنة من فوق. أول حاجة عندنا حاجة اسمها عمود محور الإدارة. العمود دوت بيمر فيه السوستة وبيمسك وهو بيتحرك جوه ظرف بل. أبدأ من فوق سوستة ياي. طبعا السوستة ياي دي داخل فيها عمود محور الإدارة وبيتحرك ومربوط بصمولة من فوق. طيب تحت السوستة الإيه ديت موجود عندي لؤم توازن عليا مشبوكة أو مربوطة من أعلى
بلقم بالسوستة الياي ومن أسفل بالسلاح. يبقى أول حاجة سوستة ياي يه ألف يه اللي هي إيه وظيفتها إيه؟ استرداد حركة الماكينة، إن أنا المكنة عندي الدفع من تحت فتقدر إن هي حاجة ترد عليها. يبقى السوستة بترد بتسترد حركة الماكينة أو دفع السلاح بشكل كبير جدا. تمام؟ يبقى أنا عندي أول حاجة سوستة ياي. تمام؟ طيب بعد السوستة الياي اللقم توازن عليا متصلة من أعلى بالسوستة الياي ومن أسفل بإيه؟ بالسلاح. خلاص؟ لقم التوازن ديت وظيفتها إيه يا جماعة؟ قال لي لقم التوازن العليا وظيفتها ضبط حركة السلاح. طيب السلاح عندي يصنع من الصلب المرن من 3 ل 6 مللي. ده ايه ده 3 ل 6 مللي ده؟ قال لي السمك بتاعه اللي هو السمك بتاعه، خلي بالك مللي من سنتي، من 3 ل 6. طبعا في السوق في ارقام اعلى ولكن احنا مرتبطين بالمنهج بتاعنا. طيب ارتفاع السلاح قال لي من 20 ل 30 سنتي، من 20 ل 30 سنتي. خلاص؟ طيب انا كده ربطت سوستة ياي بلقم توازن عليا بالسلاح. السلاح بيبقى فيه مشقبيه بقدر ان انا اربط بيه لقم التوازن الايه العليا. طيب عندي بعد السلاح لقم توازن سفلى متصله من اعلى بايه بالسلاح ومن اسفل بقرص لا مركزي الحركه. عشان استرد حركه الماكينه ببدا ان انا اجيب قرص مش في النص في نقطه المحيط بتاعته، لا على طرفي بيبقى لا مركزي ملحوم في صباع، بيبدا القرص دوت يتحرك فيبدا الحركه بتاعه المحيط بتاع الدايره دوت يسترد حركه الايه الماكينه الى اعلى ولا ايه والى ايه اسفل. يبقى لقم التوازن السفلى متصله من اعلى بالسلاح ومن اسفل بقرص لا مركزي الحركه. طبعا بعد كده عمود التوصيل متصل بقرص لا مركزي الحركه، وبعد كده متصل بالموتور او عمود محور الاداره. يبقى احنا كده جبنا المكنه بشكل كامل مع زياده مفتاح التشغيل اللي احنا بنقول عليه مفتاح زيتي لتشغيل المكنه، هو المسؤول الاول عن تشغيل وايقاف المكنه. ومفتاح زيتي ليه؟ قال لامتصاص الشرز الكهربي وتحمل الاعباء الكهربائيه. يبقى دوت احنا كده لمينا بالمختصر المفيد اهم اجزاء الماكينه ببساطه. ماشي، جبناها من اعلى لاسفل او من اسفل لاعلى مع زيادة ان انت بتقول الجسم الماكينة يتكون من جزئين القاعدة والذراع. تعال نشوف الكلام الاكاديمي بقى بيقول ايه، واحنا بسطناه كده الشكل اللي انت بتشوفه. تعال نبص الكلام الاكاديمي. اهم الاجزاء: جسم الماكينة يصنع من الحديد الزهر مكون من جزئين قاعدة وذراع. الذراع مثبت من اعلى القاعدة، ويلاحظ انما كلما زادت المساحة بين الذراع السلاح والذراع أمكن تفريغ المشغولات الطويلة أو الشغل اللي هو الكبير. تمام؟ طيب دليل التوازن علوي مثبت بالذراع يتحرك داخل العمود المتصل من أسفل بسلاح الأركت ومن أعلى بسوستة اللي هي بسوستة ياي أو لاسترداد حركة الماكينة. دليل توازن سفلي مثبت بالقاع يتحرك داخل العمود المتصل من أعلى بسلاح الأركت ومن أسفل بذراع التوصيل. ويعتبر كل من دليل التوازن العلوي ودليل التوازن السفلي كلكم توازن لضبط السلاح في وضع رأسي وامتصاص زبزباته. عند القرصة بنقول مستوية السطح أفقية الوضع تستخدم لوضع المشغولات عليها أثناء العمل على الماكينة. بواسطتها مشقوية تحرك سلاح الأركت بداخلها. طبعا سوستة ياي من الصلب مركب بأعلى الماكينة لشد السلاح وإلى أعلى واسترداد حركة الماكينة. ذراع التوصيل بنقول متصل بأسفل بقرص اتصالا لا مركزيا ومتصل من أعلى بدليل التوازن السفلي. طبعا القرص مثبت في مركز على عمود محور الإدارة يأخذ حركته من الموتور ويتصل بذراع التوصيل اتصالا بعيدا عن المركز اللي هو بنقول لا مركز الحركة. صفيحة المنشار من الصلب مستقيمة مسننة عرضها من 3 ل 6 ملي وطولها من 20 ل 30 سنتي، بها ثقبين لتثبيت كل من دليل التوازن السفلي ودليل التوازن العلوي. كما يوجد بعض المكانات فيها طلمبات هواء اللي هي بنقول عليها مضخات بتبدأ تشل النشارة أو امتصاص النشارة عشان أقدر أن أنا أشوف السواد الأعلام أو الرسمة اللي أنا عايز أعملها. لطرد النشارة من أعلى
سطح المشغولات أثناء العمل. طيب طريقة العمل على الماكينة يا جماعة أنا حابب إن أنا أشرحها بشكل مبسط وشكل عملي شوية. أول حاجة إن أنا عندي تصميم عايز أعمله، خلاص بسيط جدا، يعني أنا دلوقتي عندي تصميم مطبوع أو مرسوم وعايز أعمله بشكل مبسط على المشغولة على طول. طبعا الشكل الأكاديمي أو القراية الأكاديمية مملة شوية ومش عملية، يعني ما بتوصلكش المعلومة بسهولة. تعال نتكلم بشكل عملي ونشوف أنا عايز أعمل تصميم نجمة إسلامية أو أي كان الشكل على قطعة خشب. أول حاجة أنا مطالب إن أنا أنقل التصميم بتاعي على قطعة الخشب المراد نشرها وتفريغها. أول حاجة تعمل إيه؟ قال لي عندي كذا طريقة إن أنا أنقل التصميم بتاعي. أول حاجة إن أنا ممكن أستخدم الكربون أو إن أنا أشف الرسمة بتاعتي ديت على المسطح عن طريق حاجة بتنقلها لي، أو عن طريق لزق الورق بشكل مباشر عن طريق اللي هو الغراء المخفف، بتبدأ تلزق التصميم وتستنى لما ينشف، أو لو الرسم بسيط وأنت ماهر في عملية الرسم ممكن تنقل الرسم بالشكل الهاند ميد. يبقى أنا عندي الثلاث طرق، إن أنت تشفه أو تطبعه، أو إن أنت تلزق الورقة بشكل مباشر، أو إن أنت ترسمه هاند ميد بشكل يدوي. طيب أنا طبعت التصميم يا مستر، هعمل إيه تاني؟ قال لي بعد ما أنت طبعت التصميم هبدأ عملية تفريغ داخلي ولا نشر منحنيات خارجية؟ قال لك لا، انا هنعمل التفريغ الداخلي الاول لسبب واحد، ان انا ابقى متحكم في قطعه الخشبه، ما اعملش تفريغ خارجي وابدا ان انا قاعد ايديا قريبه من السلاح ومش هقدر ان انا اكرر حراره قطعه الخشب. طيب اول حاجه ان انا عندي جزء 2 3 4 10 20 ايا كان عدد التفريغات الخارجيه، هتيجي على محيط كل جزء هتفرغه وهتعمل له ثقب بالشنيور. طيب الثقب دوت مقداره قد ايه؟ قال ان الثقب دوت مقداره نص السلاح، يعني مثلا لو السلاح بتاعي 6 هستخدم بنطه 3، لو السلاح بتاعي 8 هستخدم بنطه 4، يعني نص القطر بتاعها، يعني نص السلاح نفسه هستخدم بنطه النص بتاعها. طيب بعد ما بعمل ثقب على محيط كل جزء هبدا ان انا افرغه، هعمل ايه تاني؟ قال لك بتحرر لقم التوازن العليا، السلاح بقى حر خلاص انا فكيتها تمام، وببدا امرر السلاح من تحت الى اعلى من خلال الثقب الموجود في قطعه الخشب. ماشي. طيب بعد كده يا مستر هعمل ايه؟ قال لي بربط السلاح في لقم التوازن العليا تمام. بعد ما ربطتها ببدا الضغط على زر الماكينه والانتظار فتره وجيزه، ده كله ثابت في جميع الماكينات، والضغط فتره وجيزه على الانتظار فتره وجيزه حتى تاخذ الماكينه سرعتها. ببدأ ان انا بعناية المح الشغل بتاعي على الماكينة، ابدأ امشي على سواد العلام، ده بتبقى السلاح حر الحركة بقى، مش مقيد بزاوية ولا الكلام ده كله، انت بتعتمد على مهارة الفني او العامل او الطالب وهو شغال على التفريغ الداخلي. طيب انا عملت اول تفريغة، تاني تفريغة نفس الكلام، بتحرر السلاح وبتبدأ تفوته من الجزء الاسفل الى اعلى وتربطه في لقمة التوازن العليا وهكذا. عملت العشر تفريغات العشرين تفريغة ايا كانت التفريغات بتاعتي، بعد كده بحرر قطعة الخشب خالص، بخرجها بره خالص وببدأ اربط لقمة التوازن العلوية في السلاح بدون اي حاجة. خلاص كده بقت انا بعدت قطعة الخشب عن الماكينة، وابدأ اعمل الدورانات او الشكل الخارجي، ابدا احرر قطعه الخشب عشان تطلع معايا الشكل النهائي. ده ببساطه جدا الشكل اللي احنا عايزين نوصله او عايزين نوصل لابنائنا الطلبه، ان انت الكلام الاكاديمي حاجه، وان انت تبص بعينيك وتبدا تشرح وتبدا الخبره هي اللي تتكلم، ده مهم جدا عندنا في نجاره الاساس. مهم جدا ان انت تعمل زيارة ميدانية لأي يوم عندك فاضي، لأي ورشة شفتها ممكن تستأذن من صاحبها أو تخش تشتغل فيها أو تمارس، عينيك لما بتشوف وبتبدأ تشرح بتبقى أبسط، وبتبدأ الناحية العملية أبسط مما تتخيل. طبعا النهاردة اتكلمنا على جزء كبير جدا وهي ماكينات الشق والنشر والتقطيع، واتكلمنا بشكل مفصل مع رسم الماكينات والكلام ده كله. نتمنى ان احنا نكون وفينا الشرح بتاعنا على اكمل وجه، والى اللقاء في حلقات قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.